في طبعته السابعة نظمت جمعية جاكن لابر احتفال الموسمي تحت شعار دخول المذهب المالكي للصحراء ودور قبيلة تجاكانت في ترسيخه. ذلك الموسم الذي يشهد تنوعا ثقافيا وتقليديا في لوحة فنية علمية شهدت مشاركة عديد المشايخ والدكاترة من مختلف الدول المجاورة. بذلك كانت تحتل مكانة عظيمة عند أهل المغرب الإسلامي، فنقلوا موطأ الإمام مالك وفتواه وأسسوا قاعدة مرجعية للفقه والفتوى تأصيلا وتنظيرا، غير أن أهل المدينة منبع الإسلام حافظوا على نقاء الدين وسلامته من البدع. ولا شك أن قبيلة تجكان تعد أنموذجا إسلاميا في التعليم والإرشاد، لما لها من دور في خدمة الحركة الدينية. للأسرة المباركة أسرة أهل قبيلة البلابيش القبيلة العريقة. صور رائعة رسمت دليلا على اللحمة الأخوة التي تربط مختلف الشرائح المكونة للولاية، تزينت بالهدايا المقدمة، وزاد ذلك رونقا وجمالا للفرق الفولكلورية المشاركة في كل مكان، ليضرب لنا موسم جاكن الأبر موعدا في الذاكرة التيندوفية بعودة قافلة أكبار التي جابت دول الجوار والساحل. طبعا الهدف من هذا كله هو ترسيخ لوحدة المرجعية في الدولة بصفة عامة، وهو توجه نظرا للأطياف الدينية الأخرى المتسارعة في الدخول، هذا من ناحية. وبالنسبة ليوم الافتتاح هذا أو الضيوف التي جاءتنا، جاءنا العلامة الكبير الشيخ يسلمه ولد سيد المصطفى، وهو وزير الثقافة والتوجه الإسلامي الموريتاني سابقا، ومؤسس المركز العلمي للبحوث والدراسات الإسلامية، وأيضا حائز على جائزة شنقيط استقلالا، يعني غير مناصفة مع أي أحد، وحاز هذه الجائزة بفضل إصداره القوي، إصداره الرائع في مؤلفه الذي سماه الفقه الدستوري الإسلامي تفصيلا. جئنا هنا للتواصل وصلة الرحم لهذا الموسم اللي يديروه كل سنة، وهذا يعني يشرفنا ويعززنا ويقوينا، ونشكر الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري، ونشكر جمعية جاكن الأبر اللي قائمة على هذا النظام. ليدوم الموسم يومين كاملين بمحاضراته وأشغاله الهادفة والمعلمة.